بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Today we will talk about cloud computing storage. Lecture 21. Lecture 21 introduce RAID technology. إذا اليوم رح نحكي عن RAID technology. طيب شو هي RAID technology؟ بداية رح نحكي احنا بلشنا بالستورج، وعشان نفهم الستورج في الكلاود كيف عم تشتغل لازم نعرف شو الاساسيات في الستورج، التخزين بشكل عام. فيما سبق المحاضرات السابقه حكينا عن انواع الهارد ديسك المتوفره، وهي ال HDD بانواعها وال SSD بانواعها. بعد هيك تحدثنا ايضا عن النتورك ستورج اللي هي الشبكات، وحدات التخزين الشبكية، وحكينا في ثلاث أنواع اللي هي DAS Direct Attached Storage، وفي عنا NAS Network Attached Storage، وفي عنا SAN Storage Area Network. والإشي المشترك بين هدول الثلاث إنه كلهم مكونين عبارة عن مجموعة من Storage Devices اللي عم يتم ربطها بشكل، يعني بتكون عندي A Pool of Storage Devices، مجموعة من الهارد ديسكات، مجموعة عدد من الهارد ديسكات بغض النظر ممكن تكون هي عبارة عن اوبتيكال درايف اللي هي أقراص ضوئية هارد ديسك، أو هارد ديسك أو SSD أو HDD. هلأ كل هاي الهارد ديسك يتم ربطها بطريقة معينة مع بعض بحيث تقدم لي سيرفيس حتى أقدر أستخدمها كستورج وحدة. أحد التكنولوجي وأهم التكنولوجي المستخدمة لربط مجموعة الهارد ديسك مع بعض عشان تظهر عندي كأنها ديسك واحد اللي هي RAID تكنولوجي. في عنا عدد من التكنولوجي، في إشي بسموه سباند. أوكي، إذا حضرتوا الفيديو راح تشوفوا إنه حكي عن السباند. سباند إنه أوكي بسمح لي أربط الهارد ديسك مع بعض، بيكون في عندي أكثر من هارد ديسك جوا الجهاز، بس كل واحد بيكون بيشتغل على حدة، ما بيشوفهم كأنهم وحدة واحدة. طيب في عنا إشي اسمه الجيبود ورح نحكي عنه كمان شوي، وفي عنا تكنولوجي اسمها الريد. هدول الثلاث طرق لربط الهارد ديسكات مع بعض. أهم تكنولوجي والأكثر شيوعا المستخدمة اللي هي الريد تكنولوجي. اليوم إن شاء الله رح نتعرف شو مفهوم الريد بالتفصيل، والمحاضرة القادمة رح نتعرف على أنواع الريد اللي موجودين عنا أو الريد كونفيجريشن الموجودين. خلينا نبدأ بتعريف الريد. الريد هي اختصار redundant array of inexpensive disk or drives. وفي ناس تاني ممكن بحكي عنها، يعني سواء هذا المصطلح أو هذا المصطلح كلاهما صحيح. في ناس بحكي عنها هي redundant array of independent disk. يا ما بنحكي inexpensive disk أو ممكن نحكي of independent disk. بمعنى آخر هي عبارة عن مجموعة من الديسكات المنفصلة الرخيصة يتم ربطها مع بعض بحيث نحصل على يظهر وكأنهم إيش one logical unit. إذا أداة شو تعريفها؟ هي عبارة عن data storage virtualization technology. إذا هي عبارة عن technology عن طريق هاي technology that combines multiple physical disk drive component into one or more logical unit for the purpose of data reliability, performance improvement or both. فالهدف منها انه انا بدعم الريلايبيليتي تبعت الداتا، الافيلابيليتي تبعت الداتا، بحيث انه ممكن اعمل انا كوبي من هاي الداتا. راح نشوف الطرق وكيف كل واحدة بتدعم الداتا ريلايبيليتي، انه ما بيكون في اخطاء، انه بنقدر انه نعمل ريكفري بشكل سريع للداتا في حال اذا احد الهارد ديسكات صار له فيل، تكون في عندي الداتا متوفرة. برضو البرفورمانس، بعض الأنواع الريد بتزيد سرعة القراءة والكتابة من الهارد ديسكات بشكل كبير. شو البينيفيت للريد؟ الريد allow us to combine drives. إذا الهدف الأساسي تسمح لي أني بعمل combine، دمج للدرايف. فلما ندمج الدرايف بزيد السعة، برضو بنزيد السرعة، سرعة القراءة والكتابة على هاي الدرايفز. برضو اللي هي improve reliability. Reliability so we can store more data while our data is stored safer. Reliability المقصود فيها إمكانية الحفاظ على نسخ احتياطية من البيانات. فأنا reliability معناها مرونة الداتا، توفر الداتا. هون المقصود فيها إنه اللي هي تكون data safe، تكون data آمنة عندي.
في عنا برضه هدول هنا البنفيت تبعونها. read allow us to bundle multiple hard drive that your operating system will see as one single big drive. فأنا بتكون عندي multiple hard drives. يتم لما نستخدم التكنيك تبعت الريد فهو راح تشوفوا كل هاي الدرايف، مثلا عندي 3 درايف أنا بشوفهم as one single big drive. هاي هي مبدأ الريد ببساطة، combine multiple physical disk into one or more logical units. يا يعني كلياتهم بدمجهم one logical unit، أو مثلا هذول الثلاث أعملهم logical unit واحدة، درايف واحد، هذول الثلاث أعملهم درايف واحد وهكذا. خلينا نيجي نشوف مثال يوضح الصورة بشكل مبسط. لو افترضنا أنا بالويندوز في عندي 3 هارد درايف، أوكي، مجموعهم مع بعض إيش؟ كل واحد فيهم 1 تيرا بايت، أوكي؟ هلأ باستخدام الريد، بدون الريد، أنت ممكن تقسمهم لـ 3 درايفز، سي بدون الريد هاي، سي، دي، والإي. أنا في عندي 3 درايفز، فأنا كل واحد فيهم حيكون بشكل منفصل، كوني أنا استخدمتش الريد، كل واحد حيكون 1 تيرا بايت. في حال إذا أنا مثلا كل درايف بدي أعمل 1 بارتيشن. طيب إذا استخدمت الريد بإمكاني إنه هدول الثلاثة درايف كلياتهم بحطهم ضمن درايف واحد اللي هو السي، وشو بتكون سعته؟ بتكون سعته 3 تيرا بايت. أوكي؟ بتكون سعته 3 تيرا بايت. طبعا مش كل أنواع أو الكونفجريشن تبع الريد بيوفر لي إنه أشوفهم كلياتهم 3 تيرا بايت. لو أنا بدي أعمل ريكفري للداتا تبعتي، أعمل دوبليكيشن، فأنا هشوف حيكون جزء للدوبليكيشن وجزء بقدر أستخدمه. في هاي الحالة ما حقدر أستخدم 3 تيرا بايت. خلينا لما نوصل لأنواع الريد وبعدين بنحكي عنها. بس ها هي الفكرة، إنه أنا عندي 3 هارد درايف كل واحد فيهم 1 تيرا بايت. في حال إذا ما استخدمت without read، في هاي الحالة تقدر تقسمهم كل واحد هارد ديسك لحاله، كل واحد درايف لحاله. أما بوجود الريد بقدر هدول الثلاثة بعمل 1 درايف وبيكون حجمه 3 تيرا بايت، بقدر أخزن عليه شو ما بدي. هلأ متى إحنا هاي ممكن نستفيد منها؟ لو افترضنا إنه أنا كان في عندي لعبة معينة، أوكي؟ اللعبة هاي بدي أنزلها، وعلى فرضاً كانت اللعبة بدها أنا في عندي السي والدي والإي، كل واحد فيه السي ضل عندي وسع فيها 5 جيجا، والدي 5 جيجا، والإي فيها 5 جيجا، فمجموع الفري عندي 15 جيجا. لو افترضنا إنه اللعبة بدها 10 جيجا، هل بقدر أنا أخزنها إذا ما استخدمنا الريد؟ هل بقدر أخزن نص منها على السي ونص منها على الدي وبحكي هيهم كفاية؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه كل واحد فيهم منفصل على الثاني. أما في حال لما أنا بستخدم الريد تكنولوجي كلهم حيطلعوا معي كأنهم 15 جيجا، فأنا لعبتي بدها 10 ميجا، فالعشرة ميجا هدول باجي وبخزنهم بكل أريحية بالفري اللي ضلوا 15. لما نستخدم الريد فالفري الجزء الفري حيكون مثلا 15 ميجا فري، حيشوفها كلياتها متواصلة مع بعض. فأنا بدي 10 جيجا، 10 جيجا، يس بدي 10 جيجا للعبة، فهدول ال 10 جيجا بقدر أحطهم ضمن الفري بارت عندي في الديسك. في حال ما استخدمت الريد فبالسي حيكون في عندي 5 ميجا وهون 5 ميجا وهون 5 ميجا، أوكي متوفرين هم بس منفصلين عن بعض، ما بقدر أنزل اللعبة عليهم، لازم تكون المساحة continuous وكلياتهم كأنها ديسك واحد عشان أقدر أستفيد من السبيس الموجود. فلهيك بنلجأ لاستخدام زي هيك تكنولوجي عشان استفادة القصوى من المساحات الموجودة عنا. طيب هلأ الريد عنا وين ممكن نلاقي هاي التكنولوجيا؟ ممكن تطبق على أي نوع storage device، ممكن أطبقها على أي نوع من أنواع storage devices، سواء الكمبيوتر تبعي المنزلي إذا كان في 2 hard disk أو 3 hard disk، ممكن يكون في عندي 2 hard disk internal 1 hard disk external وبدي أشبكهم كلياتهم يظهروا وحدة واحدة، بالسيرفرات، بالناس، disk array، أي disk array زي الناس، أوكي
ديسك اري مجموعة external disk array. الناس network attached storage. اوكي طبعا عشان اقدر اوفر هاي الريد لازم يكون في عندي، اذا بتتذكروا حكينا احنا بتكون عندنا ديسك اري وبيكون في لها شيء اسمه كنترولر. الكنترولر هو بيكون مسؤول عن تجزئه الدرايفات وتقسيمهم. فاذا كان في عندي كنترولر ريد كنترولر متوفر عليهم هدول، فانا في هاي الحاله بقدر ايش، بقدر اني استخدم التكنولوجي تبعت الريد. طبعا بالنسبه للكنترولر، عن الكنترولر سوري، الكنترولر ممكن يكون عباره عن هاردوير او ممكن يكون سوفتوير. شو تعريف الريد كنترولر؟ اذا الريد كنترولر is a hardware device or software program. يعني مرات بيكون عندك مدعم عندك بالهاردوير الكنترولر، فهو هيكون راح نمر عليهم نشوف انواعهم بالتفصيل. فهو الكنترولر تبع الريد المسؤول عن تقسيم الديسكات على تقنيه الريد، اما بيكون هاردوير او ممكن يكون عباره عن سوفتوير. طبعا كل واحده لها فوائدها ولها مساوئها. اذا الريد كنترولر كان بي ايذر hardware device or software program. شو الهدف من هذا الكنترولر؟ الهدف منه used to manage hard disk drives or solid state drives حسب نوع الاستورج انت مستخدم. اذا انت مستخدم HDD اذا كنت الهارد ديسكات الموجودة عندك، او اذا كنت مستخدم SSD drives، فهو مسؤوليته انه يعمل managing لإلها or storage array so they work as a logical unit. فهم بيشتغلوا ما يسمى بسموه logical unit. A RAID controller provides a degree of protection for stored data and may also help to improve computing performance by accelerating access to data stored. بالتالي باستخدام الريد كنترولر احنا بنستخدم احد الكونفيجريشن تبعت الريد، وهذا من شأنه انه يزيد البروتكشن الحماية للداتا. كيف حيزيد الحماية للداتا برضو رح نحكي عنها، لكن بشكل مختصر زيادة الحماية انه في بعض انواع الريد او الريد كونفيجريشن تسمح لي اني اعمل نسختين من البيانات تبعتي. فلما اعمل نسختين في حال اذا واحد من الدرايفز صار له داون خرب، بلاقي انه الداتا لساتها موجودة على الدرايف الثانية. هاي المقصود في البروتكشن. برضو بعض الريد كونفيجريشن بتدعم البيرفورمانس، بتزيد سرعة الدخول والوصول إلى الداتا. أوكي؟ إذن هي accelerating or increase البيرفورمانس by accelerating access to stored data. وبرضه الشغلة الثانية اللي هي provide، اللي هي وكأن عم نرجع نحكي عن ال benefit تبعتها protection. يا أما ممكن زي ما حكينا، وين ممكن نلاقيها؟ بالSSD. اوكي شو الهدف انها تكون بالاس اس دي؟ عشان تعمل اس اس دي درايفر فاست، فيري فاست. عارفين هي سريعه، يعني تعملها فيري فاست. اوكي هي اصلا سريعه مع وجود الريد والريد كنترول اس اس كنترولر. ففي هاي الحاله صار في عندي ايش، سرعه هائله في الوصول وسواء من قراءه او كتابه البيانات على الاس اس دي درايف. برضو هي available لكل أنواع الهارد درايف انترفيسز، سواء كانت الـ SSD أو الـ SCSI أو الـ PATA أو SATA. تمام؟ إذن هي يعني كل هدول الانترفيسز بدعموا الـ RAID technology. هلأ احنا حكينا بالنسبة للكنترولر، يا إما بيكون hardware device أو بيكون software program. نيجي للنوع الأول hardware RAID كنترولر. هاردوير من اسمها هتكون عبارة عن هاردوير. لما تكون هاردوير خلينا نشوف الصورة بالبداية. هاي شايفين هاي اللي موجودة عندنا هون، هاي عبارة عن الموجودة هاي هون، ها هنا. خليني أحاول أستخدم التول. هلا هاي عم نحكي عنها، هاي موجودة، هاي عبارة عن ريد، وهاي عبارة عن ريد كنترولر، وهاي ايضا عباره عن ريد كنترولر. هلا بالنسبه للهاردوير بتتوفر بشكلين، يا اما بتكون مبنيه على المذر بورد زي اللي احنا شايفينها هون، اللي هي بسموها ادابتك ساتا زي الموجوده عندنا هون، او بتكون ضمن كرت
بتنشبك على البي سي اي، تمام؟ يعني يا اما بتكون ضمن الكرت او بتكون مبنيه على المذر بورد نفسه. هاي اشكال الهاردوير، الريد كنترولر از هاردوير. طبعا مش شرط كل المذر بورد بتكون فيها هذا الاشي، اغلبيه الديفايسز الموجوده تشتغل على الريد ان سوفت وير، امبلمنت ريد ان سوفت وير. اوكي، اذا زي ما حكيت لكم، اذا الكنترولرز اما بتكون اون مذر بورد مبنيه او اد اون ا كارد زي ما شفنا بالصورتين، او اذا كانت عندي الريد اري سوليوشن، اكسترنال ريد اري سوليوشن، اذا كانت زي الناس او السان بتكون مبنيه اون ذا اكسترنال ريد اري سوليوشن. مش كل المذر بورد، نوت اول مذر بورد، او حتى الاكسترنال ريد اري فيهم السبورت از هاردوير، مش شرط تكون كلها هاردوير، اغلبيتهم هينا بنحكي اغلبيتهم بيستخدموا السوفت وير ريد كنترولرز. هلا شو اهميته لما تكون هاردوير ريد كنترولرز؟ احنا دائما لما نستخدم هاردوير بنحس انه الامور اسرع لانه امبلمنتد ان هاردوير، اوكي، اسرع من انها تكون سوفت وير. اذا شو ميزه الهاردوير عن السوفت وير ريد كنترولر؟ ات بيرفورم فاستر، اوكي، مور ريلايبل. لكن شو ما اذا فاستر اند مور ريلايبل، لكن شو الديس ادفانتج تبع الهاردوير ريد كنترولر؟ انها بتكون هاير برايس، سعرها اغلى. طالما بدك تشتري هاردوير معناته الامور راح تكون اغلى. طبعا بحكي لنا انه بعض الهاردوير ريد سوليوشن هذا باتري باك اب، تكون فيها بطاريه، اوكي، هاي من باب تبروتكت ريد ديورينج باور فيلر، يعني انها تضلها شغاله ومسيفه الداتا عندها امورها تمام في حال اذا صار في عندي انقطاع في الكهرباء، فانا هاي بتضلها عندي شغاله وتلاقي الخدمه لساتها افيلبل. الشكل الثاني الا وهو السوفت وير ريد كنترولرز، ومن اسمها السوفت وير بدها تكون عباره عن سوفت وير وظيفته يقوم implemented in a soft red solutions implemented in software. وظيفة هذا السوفتوير إنه يمكنني إني أشوف أقوم بدمج الديسك المختلفة ب one disk drive. هلا طبعا هي cheaper، أرخص than hardware. It can be a part of BIOS، ممكن تكون part of BIOS أو بتكون عبارة عن software on a cheaper RAID controller card، تمام، or a driver in the operating system. يعني ما عم نستخدم هاردوير. إذا هي يا إما بتكون عبارة عن software ضمن البيوز نفسه، أو بتكون software على RAID controller card. طبعاً هي تعتبر رخيصة software، بس اللي شغال هو software، أو بتكون driver ضمن operating system تبعنا. شو سيئاتها؟ هي أبطأ، slower than hardware، لكن شو ميزتها؟ منها إيش؟ cheaper than، تمام؟ أرخص منه، أرخص من الhardware. الأنواع المختلفة للريد configuration، إذا ها بالنسبة للcontroller المسؤول عن تقسيم الريد أو عن برمجة الريد أو تطبيق التكنولوجي تبعت الريد على الهارد درايف تبعونا، هم يا اما بيكونوا هاردوير او بيكونوا سوفتوير. الان ناتي لانواع الريد المختلفين. هلا انا في عندي حكى لك استخدم التكنولوجي تبعت الريد. الريد كونفيجريشن او الريد تايبس تقسم الى مجموعه من الاقسام. قبل لا نحكي عن مجموعه هدول الاقسام بدنا نحكي شوي عن متى بستخدمهم. اذا قبل لا نحكي عن الريد كونفيجريشن تايبس اللي هي المختلفين أنواعهم ومين أنا راح أستخدم، راح أستخدم هاي ريد، ريد 0 مثلا، ولا ريد 1 ولا ريد 2، هي عبارة عن configuration. أنت بتحدد شو الconfiguration المناسب لإلك وشو الconfiguration اللي بدك تستخدمه. طيب الآن قبل إحنا لازم الواحد يقعد يفكر، أنا أي واحدة عندي مجموعة من الهارد ديسك بدي أشبكهم مع بعض،
حلو. طيب استخدم هاي ولا هاي ولا هاي؟ لا، بدنا ناخذ بعين الاعتبار طبعا كل واحده بتوفر، لما نيجي نحكي عنهم ان شاء الله المحاضره الجاي، كل واحده فيهم لها ميزه خاصه فيها. في واحده مميزه بالسرعه، في واحده مميزه بالريلايبيليتي اللي هي الباك اب للداتا، في واحده مميزه بالكاباسيتي انها تستغل كل المساحه الموجوده. فانت حسب الشويس تبعك what rate you would like to use depends on the reason. فبالتالي أنا لازم أول إشي بسأل حالي أنا شو الهدف من إني أربطهم مع بعض. هل بدي سعة تخزينية عالية؟ هل بدي بهمني الريلايبيليتي أكثر اللي هي أمان والسيكوريتي والحفاظ الريكفري للداتا، ولا بتهمني السرعة أكثر؟ حسب شو اللي بدك إياه أنت بتختار. ففرضا لو أنا كان بهمني الريلايبيليتي، إنه أنا تكون الداتا دقيقة ما في عندي أي إيرورز، على سبيل المثال للدوكيومنتس والفاميلي فوتو، بدك تخزن، بدك هاي تخزن فيها الدوكيومنت تبعتك وبدك تخزن فيها الصور، بهمك لما ترجع لك الصورة ما بهمك السرعة اللي بترجع فيها الصورة، بهمك أنت دقة الصورة ووضوحها وبتكون ما فيهاش أخطاء وفيهاش إيرور والدوكيومنت بترجع لك سليمة، فيش أي أخطاء في التخزين وتفتح أمورها تمام. فهون أنا بهمني الريلايبيليتي أوفر سبيد، يعني هيك رح ترجع هاي الداتا، أوكي، لكن بتهمني هون الريلايبيليتي. الآن بعض الأبليكيشن الأخرى، لو كنت أنا عم بستخدم جهازي في عندي فيديو إيديتينج، في عندي جيمز، أوكي، أو إذا أنا بدي أعمل بوت فروم ذا هارد ديسك، يكون عندي البوتينج من الهارد ديسك وبتهمني السرعة هون بالفيديو إديتينج وبالجيمز بالبوتينج بتهمني السرعة، فأنا بختار النوع الكونفيجريشن اللي بيأمني بالسرعة. إذا بدي تحقق أقصى كاباسيتي إنه أستخدم كل الأجزاء بدون ما يكون في عندي دوبليكيشن في الداتا، ما يكونش في عندي تكرار في الداتا، فأنا بستخدم النوع اللي بيأمن لي اللي ما بيكون في داتا دوبليكيشن. فهاي الأشياء اللي بناخدها بعين الاعتبار قبل أنه نعمل الريد configurations، قبل ما أختار النوع. في عندي كثير أنواع هسه رح نحكي عنهم، والمرة الجاية رح نفوت فيهم بالتفصيل كل نوع شو بدعم. في نوع بدعم السرعة، في نوع بدعم الريلايبيليتي، في نوع بدعم الكباسيتي إلى آخره. برضو لازم ناخدها بعين الاعتبار لما نعمل الريد solution إنه شو البادجت تبعتي. حسب البادجت تبعتي أنا بحدد راح أروح للهاردوير كنترولر ولا سوفت وير ريت كنترولر. طبعا الهاردوير حتكون أغلى، السوفت وير أرخص، وهكذا. تمام. الريت كونفيجريشن تايبس، في عندنا نوع اسمه ريت زيرو، أوكي، وهذا بعمل سترايبينج للداتا. وفي عندنا ريت وان، هذا بعمل ميرورينج طبعا راح نخش فيهم بالتفصيل كل واحدة فيهم وكيف تشتغل. ميرورينج يعني أعمل دوبليكيت كوبي نسختين. السترايبينج لا، هاي بيوزعها، هاي بتكون فيها سرعة عالية، أنا بنسخ هون وبنسخ هون إن بارلل. طبعا ما تخافوا راح أرجع عيدهم وبالتفصيل، بس نعرف إنه ريت زيرو سترايبينج معناها توزيع على كل عندي تو هارد ديسك، فأنا الداتا تبعتي بخزن هون بخزن هون بخزن هون بخزن هون إن بارلل، فبتخزين على تنتين، فسرعة الكتابة تكون كبيرة عالية. ريت تو وريت ثري هدول مش كثير مستخدمين، اوكي، لكن في نوع اسمه ريد 2 ريد 3 وريد 4، اوكي، في عندنا ريد 5 وفي عندنا ريد 6 وفي عندنا نستد ريد اللي هو ريد 1 0، بسموه ريد 10، هو 1+2، اوكي، نستد يعني 2 ريد جوا بعض. طبعا بالنسبه للنستد ريد تعني انه بستخدم 2 كونفيجريشن جوا بعض، ممكن انت تشكل اي كونفيجريشن بدك اياه. الاكثر شهره والمستخدمه اللي هي ريد 1 بلس ريد 0، كلاهما مع بعض بشكلوا شيء اسمه ريد 10، هي تطلق عليه اصلا ريد 1 0 وليس ريد 10، لكن للتسهيل خلينا نسميها ريد 10، هيك بحكوا عنها. في عنا تكنولوجي بتدعمها موجوده في الريد كنترولر، يعني ريد كنترولر بتدعمها، هي عباره عن طريقه برضه لربط الديفايسز مع بعض بسموها جي بود. الجي بود في عنا الجي بود وفي عنا الريد. الجي بود هي لا تعتبر كونفيجريشن للريد، اوكي، اتس نوت ريد، هي اختصار لجاست ا بانش اوف ديسك، لكن اغلبيه الريد كنترولرز بدعموها،
بدعموها وبمكنونا انه نربط اجهزتنا باستخدامها. طب شو هي؟ رح نحكي اليوم بس عن الجيبود كونه هي اتس نوت ريد، والمره الجايه نحكي عن انواع الريد بالتفصيل. الجيبود اتس نوت ريد، بدنا ننتبه مش تيجي من انت عم تحكي لي الجيبود اتس ريد، لكن هي عباره عن تكنولوجي تستخدم لربط الهارد درايف سويه. شو الالي او كيف عم تربطهم؟ تربطهم بشكل هي هارد ديسك ار سترينج. بالنسبه للهارد ديسك شو بيصير فيهم؟ سترينج يتم ربطهم ان سيكونس، يعني بشكل متتالي، يعني يربط الهارد ديسك الاول مع الثاني مع الثالث مع الرابع عن طريق لما اجي اكتب راح يعبي الاول ثم ينتقل للثاني. ما منفعش اروح على الثالث اكتب فيه اوكي وبعدين ارجع على الاول، فهي عشان هيك بسموه سيكونس. مجموع الهدف من الجيبود انه عندي 3 هارد ديسك كل واحد سعته مثلا 1 جيجا 1 جيجا 1 جيجا، راح يشوفهم كانهم كلياتهم مع بعض 3 جيجا as a one hard disk. اذا هو offering the sum of capacities of all hard disk in the string. When writing data to the array, first disk 1 will be filled. And when full، لما يصير full الديسك الأول يصير full، بيروح يكتب على الديسك الثاني. ما بقدر أروح على الديسك الثاني أكتب فيه والديسك الأولاني لسه ما تعبأ. هاي بالنسبة للجيبود هيك بتشتغل. أوكي؟ ما في عنا أي معايير للسرعة للريلابيلتي، ما عم نحكي عن هذا الإشي. بس فيها مثلاً بحكي لك إنه في حال إذا واحد من الدرايف fail في الجيبود، مش كل الداتا حضي عندي بس هذا الدرايف، هذه الإشي اللي منيح فيها فقط الدرايف ال from defective drive will be lost. فقط الداتا اللي موجودة على الدرايف اللي ضرب هي اللي راح إيش راح تضيع عندي، أما بقية الدرايفز مع إنهم مفروض إن مربوطين مع بعض وشكلهم واحدة واحدة ما راح يتأثروا وتبقى أمورهم تمام. من ميزاتها إنه الديسكات don't need to be of the same size. مو شرط تكون، ممكن أنا أربط الديسك الأول فيه 10 1 تيرا والثاني بيكون 10 جيجا بايت والثالث 4 جيجا بايت وبربط هدول الديسكات مع بعض. البوزيتيفز اللي هي الأدفانتج سيمبل تشيب وباندينج ديفرنت سايز ديسك، يعني تكون السايزد تبعت الديسكات مختلفة ما في عندها أي مشكلة. النيجاتيف ما في عنا تزايد في السرعة أو الريلايبيليتي، خلاص كل الديسكات سرعتهم ثابتة، وكل في حال إذا فقدنا أحد الديسكات فهو خلاص بيضيع هو والداتا تبعته، ما في عندي داتا ريكفري لإلها. بالنسبة لهاي الصورة هي بتوضح، في عندي الداتا لو افترضنا إنه الداتا هاي البلوك الأول 1 بلوك 2 2 3 4 5 6 7 8 بدي أجي أخزن هاي الداتا على هدول الثلاث ديسكات. هلا حيبلش يعبي هذا الديسك 1 2 3 4 لما صار فل راح على الديسك الثاني 5 6 7 8 بعديها على الديسك الثالث. تمام، هاي بالنسبة للجيبود. يعطيكم العافية وإن شاء الله بنشوفكم في المحاضرة القادمة.